السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس دار المعارف، قسم الدراسات الاجتماعية، الصف الثاني، الإعدادي. النهاردة هنتكلم على الدرس الثالث من دروس الجغرافيا بعنوان المناخ والنبات الطبيعي. هلأ يا أولاد إن ربنا سبحانه وتعالى وهب أو أعطى الوطن العربي مناخ متنوع، والمناخ ده ساعد على تنوع النباتات الطبيعية وتنوع الحاصلات الزراعية، وكل ده أدى إلى تكامل الدول العربية. طيب ايه هي العوامل اللي بتأثر عندي في مناخ الوطن العربي؟ اول حاجة القرب او البعد عن او الموقع بالنسبة لدوائر الارض. طيب بمعنى ايه؟ المناطق القريبة من دائرة الاستواء تتميز بارتفاع درجات الحرارة او تتميز بانها اشد حرارة، بتقل عندي الحرارة كلما اتجهت شمال دائرة الاستواء وجنوب دائرة الاستواء. احنا اتكلمنا في الدرس الاول ان الوطن العربي بيقع بين دائرتي عرض 2 جنوبا و 37.5 شمالا، لذلك بلاقي ان الوطن العربي بيقع في المنطقة الحارة ما عدا الاجزاء الشمالية، دي بتنتمي او بتقع في المنطقة المعتدلة الدفيئة. طيب العامل التاني اللي بيأثر عندي في مناخ الوطن العربي هو القرب أو البعد عن المسطحات المائية. بتأثر عندي المسطحات المائية في درجات الحرارة أو في المناخ، بمعنى إن المناطق اللي بتطل على البحار أو المحيطات تتميز باعتدال درجة الحرارة، أما المناطق البعيدة عن تأثير البحار دي بسميها مناطق قارية، يعني تتميز بارتفاع الحرارة في الصيف وانخفاضها شتاء، تتمثل عندي في الجهات الصحراوية. العنصر الثالث هي التضاريس. أنا عندي هنا تنخفض درجة الحرارة فوق المرتفعات ويغطيها الجليد زي جبل لبنان. أنا عندي قاعدة كلما ارتفعت إلى أعلى 150 متر تقل الحرارة درجة مئوية واحدة. طيب العنصر الرابع اللي بيأثر عندي في مناخ الوطن العربي هي اتجاه الكتل الجبلية. هلاقي إن بتؤثر في توزيع كمية الأمطار، عشان كده بلاقي إن جوانب الجبال المواجهة للمسطحات المائية بتكون أغزر مطر أو أكتر مطر من السفوح الداخلية زي اللي موجودة عندي في جبال أطلس. طيب نيجي نتكلم بعد كده على الأقاليم المناخية اللي موجودة عندي بالوطن العربي. الجدول اللي قدامك موجود عندي ثلاث أقاليم: الأقليم البحر المتوسط والأقليم الصحراوي والأقليم المداري. بالنسبة لأقليم البحر المتوسط موجودة عندي في الأطراف الشمالية من الوطن العربي، الدول اللي بتنتمي بعض أجزائها لي زي مصر، ليبيا، لبنان. الخصائص المناخية هو ارتفاع الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء وممطر. بالنسبة للخصائص النباتية أنا عندي وجود غابات معتدلة فوق المنحدرات الجبلية زي جبال أطلس ومرتفعات بلاد الشام. أهم الأشجار زي البلوط الفليني والصنوبر والأرز، وده الشعار اللي اتخذته لبنان. الحشائش المعتدلة اللي هي الاستيبس، ودي موجودة عندي بين إقليم البحر المتوسط والإقليم الصحراوي، وبتزدهر في الشتاء وبتجف صيفا، وبتربى عليها الأغنام والماعز والأبقار. بالنسبة للإقليم الصحراوي بيشغل حوالي 80% من مساحة الوطن العربي، وهو أكبر الأقاليم المناخية عندي. بيقع بين إقليم البحر المتوسط شمالا والإقليم المداري جنوبا. المناخ عبارة عن مناخ قاري شديد الحرارة في الصيف خاصة في النهار، وشديد البرودة شتاء خاصة في الليل. بتختلف عندي النباتات حسب كمية الأمطار، فإما بتنمو حشائش قصيرة في المناطق قليلة المطر، ونباتات شوكية زي الصبار وفي المناطق نادرة المطر. أهم الحيوانات عندي زي الزواحف والإبل والغزلان. آخر إقليم عندي هو الإقليم المداري، وده موجود عندي في جنوب الوطن العربي، يعني معظم السودان وجنوب موريتانيا ووسط الصومال وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. الخصائص المناخية يتميز بارتفاع درجات الحرارة، سقوط الأمطار صيفا، خلي بالك ده عكس خصائص الإقليم البحر المتوسط، سقوط الأمطار صيفا. الشتاء يتميز بانخفاض الحرارة والجفاف. بالنسبة للغابات المدارية، تمام، هي ليها قيمة اقتصادية، يعني عشان بيستخرج منها الصمغ العربي.
بالنسبة للحشائش الحارة اللي هي السافانا، تتطرق في الطول من الجنوب إلى الشمال على حسب طبعا كميات الأمطار. وهنا في سؤال، بعتبر السافانا حديقة حيوان طبيعية لأن فيها أنواع حيوانات متعددة أو مختلفة زي الزراف والأفيال والأسود والنمور.